السلام عليكم. عامر خان معروف بعبقريته وإبداعه، ودايما أساليبه مبتكرة وفريدة من نوعها، وفي فيلم 3 إديتس اللي معانا النهاردة قدر يوصل شوية رسائل مخفية ومهمة بشكل كوميدي ما تملش ولا تزهق منه أبدا. مش هطول عليكم، يلا بينا. أنا محمد أسامة معاكم في النواة. في بداية الفيلم قدر يستخدم قوانين الفيزياء على أرض الواقع بشكل كوميدي وملفت للانتباه، في الوقت اللي كل زمايله الجداد كانوا واقفين بيتعمل لهم حفلة استقبال أول يوم يروحوا في السكن بتاعهم. ظهر من وسط الضلمة شايل شنطته، وما ننساش طبعا الإزازة بتاعته. حاولوا يثبتوا نفسهم ويعملوه عبرة لبقية زمايله، وخدوا منه الإزازة بتاعته وهو واقف ثابت ولا في دماغه، قاعد يدور على الأوضة بتاعته في السكن لحد ما لقاها وراح جري ناحيتها وقفل الباب وراه. زعيم الطلبة القدام ما عجبوش اللي حصل وحس ان هيبته ضاعت، وللأسف ما يعرفش اللي هيحصل له. طلع يجري وراه على قطه وهدده ان هيتبول قدام قطه كل يوم لو ما فتحش الباب، وخرج زيه زي بقية زمايله اللي واقفين برا. قعد يهرش في دماغه ويفكر هعمل ايه، بص للمبة اللي فوقه وسرح كده مع نفسه وافتكر ان المية موصل جيد للكهرباء، ما بدهاش بقى. قلع شنطته وجاب الكرسي وقف عليه وطلع يفك اللمبة وشد السلك بتاعها وراح فصل الكهرباء وبدأ يظبط السلك. جاب المسطرة بتاعته ومعلقة كانت في الأوضة، وصل السلك بالمعلقة وثبتها على آخر المسطرة وراح شغل الكهرباء واستعد للمعركة. وصاحبنا واقف بره جهز نفسه واخد وضع الاستعداد في الوقت اللي خرج فيه المعلقة من غير ما بصوت عالي يحس بيها. كلنا عارفين طبعا ايه اللي يحصل لما المية موصل جيد للكهرباء، تتوصل على طول بمصدر للتيار الكهربي، وخرج بعدها بالعصاية السحرية بتاعته علشان يجيب الإزازة اللي خدوها منه، ورجع تاني لقطه ونام كرر العين ولا كأنه عمل أي حاجة. لو انت دكتور في الجامعة وكاره نفسك وعندك نقص وبتطلعه على الطلبة بتوعك، وركز مخصوص على النقطة دي لأن معدلات الانتحار في الهند عالية جدا، وأغلبها بيكون من ضغط الدكاترة والأهالي من ناحية تانية، بس ده ما يمنعش إن في ناس كويسة وفي طلبة بيتمنوا يكونوا زيهم أكيد طبعا في يوم من الأيام. تاخد التعليم من حتة إنك تفهم قبل ما تحفظ لتقدر تسيب بصمة وعلامة. الموظفين اللي شغالين بروتين يومي ممل مفيش أكتر منهم، في حين إن المبدعين والمفكرين والمبتكرين وجودهم بيقل عن الأول. تساعد غيرك مهما كنت مضغوط، وده هيعود عليك بالنفع أكيد، كما تدين تدان. عادي إنك تغلط وإنت دكتور، ما تاخدش في نفسك مقلب، كونك دكتور في الجامعة مش معصوم من الغلط يعني، لو انت ذكي ففي الأذكى منك، ولو انت ناصح ففي الأنصح منك. أوقات بتكون مجبر إنك تشتغل حاجة مش عاوزها، ولا عمرها كانت هدفك ولا كنت بتتمناها في يوم من الأيام. مش شرط إنك تقبل بحاجة أنت ما بتحبهاش ولا عاوزها، ممكن بس تاخدها وسيلة أو طريقة على ما توصل للي أنت عاوزه، وما تسيبش اللي أنت فيه إلا لما تكون خلاص وصلت للي بتحبه ونفسك فيه. ببساطة طالما بتحب حاجة هتبدع فيها وهتطلع كل طاقتك. ولو انت طالب وعامل فيها فزلوكة وانك بتفهم في كل حاجة وماشية معاك زي السكينة في الحلاوة، هيجي وقت والفزلكة بتاعتك دي هتيجي فوق دماغك وتبقى عامل زي الأرجوز ويضحكوا عليك. انك تضحي علشان اصحابك حاجة عمرها ما كانت سهلة، لما يكون عندك صاحب مش مجرد كلمة كده وخلاص وتلاقيه محتاجك ما تترددش. اي نعم بعد الاب والام ما تدورش، بس لو لقيت صاحب كويس فعلا واقف معاك في محنتك قبل فرحك بلاش تخسره، ما عادش في منه خلاص. ولو انت من الناس اللي عندها طموح ونفسها تحقق حاجة في حياتها وبترمي اللوم دايما على الظروف، هقنعك تغير رأيك ان شاء الله. في امثلة كتير حققوا وعملوا اللي بيتمنوه، هتغير تفكيرك ووجهة نظرك، هسيب لك الروابط في الوصف، وبإذن الله بالاستمرار نوصل ونحقق اللي احنا عاوزينه وبنتمناه، ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.